السلام عليكم، تحية لكم ومرحبا بكم في حلقة جديدة. اليوم كاين غير السباحة، دابا شي 3:30، اليوم 6 في شهر 12. غنوريكم لادات وقولوا لي في هاد لادات شنو كاين. لاحظوا معايا، هاتي هاي بلا ما بغاتش تبان، كتبانش مزيان لادات بلاتي. هاي لو 6/12/2022 3:30، كاين واحد الحاجه مهمه وقع في هاد الوقيته وكلشي مشى ليها الا انا جالس كنعوم، ماشي كنعوم كنتريني. خليو ليا في الكومونتير قولوا ليا شنو هي هاد الحاجه اللي شاغله عباد الله كاملين ومخليني هنا كنعوم بوحدي اليس فوق البرد. بيان سور حاولوا تفكروا، حنا دابا في نهار 6 شهر 12 2022، مع 3:30 دابا 3:30، من 3:45 وانا خشي في الماء. قول الربعة ان شاء الله غادي نطلع، باقي لي واحد نص ساعة ديال العمان بما نشوفوا الناس. سلام. خليو ليا في الكومنتير قول لي شنو واقع في هاد الوقيته. السلام عليكم.